ماشي يا باشا. الواد اللي بعتناه له عشان يضربه بالنار نفذ، ولما اتاكد ان الرصاصه دخلت في قلبه جري قبل ما حد يشوفه. وبعدين؟ معرفش، الارض انشقت وطلع واد تاني معرفش منين نزل من عربيته شاله حطه في عربيته تاني وجري بيه على المستشفى. انجز، مات يعني ولا ما ماتش؟ في المستشفى باشا، بينزف ما بين الحياه والموت. وانت عرفت المعلومات دي منين؟ ما انا بعت واحد من رجالتنا يراقب الواد اللي بعتناه له عشان يضربه بالنار، هو اللي بيقول الاخبار اول باول. بس احنا كده مش في امان. يعني الشرار بيروعاش اتهمني بقتله. ساعتها حضرتك ترفع عليه قضيه رد شرف، لانها تهمه من غير دليل، تشويه سمعه. طب بقول لك ايه؟ قول يا باشا. ابعت الراجل بتاعنا، خليه يتقص من بعيد لبعيد، اوعى حد يشوفه. تلميذك يا كبير. الراجل هناك من ساعتها ومتابعني بالاخبار والتطورات اول باول، زي خدمه الاخبار اللي عند سعادتك على الموبايل. واخر حاجه بعتها لك ايه؟ صاحبك في المستشفى ما بين الحياه والموت، مش لاقي له دم عشان فصيله دمه نادره. يعني حتى لو طلعوا الرصاصه من قلبه برضه مش هيعيش. طيب روح انت دلوقتي. تحت امرك كبير. الحمد لله على سلامتك يا حبيبي. ألف حمد وشكر لك يا رب، ألف حمد وشكر لك يا رب. أنا فين؟ أنت في المستشفى يا حبيبي. عملت العملية، الدكتور طمني، شالوا لك الرصاصة وهتخرج على طول بإذن الله. رصاصة إيه؟ وإيه اللي حصل؟ ولا حاجة حبيبي، أنت كنت سايق العربية، الناس طلعوا عليك، ضربوك بالنار، لولا واحد ابن حلال ربنا يكرم نقلك المستشفى وبرع لك بدم. انا مش عارفه كنا عملنا ايه. فضل جنبك لغايه مطمن عليك، قال هيروح مشوار ويرجع لك تاني، ورانيا شكرته قوي. هي فين رانيا دلوقتي؟ راحت تجيب شويه حاجات من البيت وجايه. الحمد لله على سلامتك يا نوراي، الحمد لله على سلامتك. مش كنت نازلة؟ بعد يطلع ياسر الشوارب بيتعرض لمحاولة قتل. ده مين اللي حاول يعمل كده؟ هيكون مين؟ نعيم. معقولة هيحاول يقتله عشان خد منه مناقصة؟ لا طبعا، عشان حرق له المخازن بتاعته. الله، ده كده عكت قوي قوي. وده بقى اللي قلقان، لسه بقول يا هادي وهنبدأ شغل. ده احنا كمان عندنا مشكلة تانية. ايه تاني؟ ده لسه بيت للبيت. ليه؟ ما تنطق ليه؟ قالت لي انا مش هسيبك تعملني حجه عشان تفضل جنب اختي. وهي ليه بتقول كده؟ معرفش. بس انا عارفه. وانا عندك في المكتب اخر مره تقريبا سمعتني. لما خرجت شفتها. اصلا؟ طيب. بقول لك ايه، انت الوحيده اللي تعرف ترجعها البيت. كلمي بقى معاها. طب هي فين دلوقتي؟ والله ما اعرف. الظابط خد اقوالك؟ ايوه. قلت له ان الموتوسيكل كان من غير نمر، وان الخوذه كانت مخبيه وش الواد اللي كان سايقه. طيب عايز يا ريت بقى ما تغيرش اقوالك خالص في النيابه. قصدك يعني لو افتكرت حاجه جديده؟ يا ريت ما افتكرش حاجه من اصله. مش فاهم. بص يا عيسى، انا عارف ان انت كتر خيرك لحقتني وانقذتني كمان، بس انا مش عايز اقول اي معلومه للبوليس، فاهمني؟ انت مش عايز تعرف اللي حاول يقتلك ولا ايه؟ دي مشكلتي انا، وانا هحاول احلها بنفسي. وبعدين يا عم انا مش عايز اسبب لك اي اذى ولا اي مشاكل. خايف عليا يعني؟ طبعا خايف عليك. من ايه؟ اللي حاول يقتلني. لو عارف ان انت قلت اي معلومه ممكن توصل له، مش بعيد يخلص منك انت كمان. يا ريس الامر بيد الله.
بس تمام، لو انت مش عايزني اتكلم انا مش هتكلم. برافو عليك. استاذن انا بقى عشان عندي مشاوير كتير. مشاوير ايه؟ الغي كل مشاوير، ملهاش لازمه دلوقتي. مش فاهم. انا عارف انت كنت رايح فين يا عيسى. كنت رايح ادور على شغل. خلاص يا سيدي، اعتبر نفسك اشتغلت وتعينت من النهارده معايا. خلاص. ايوه بس مدامها كانت عايزه. سيبك من مدامها، انا هقول لها يا سيدي ان انا محتاجك وان عينتك معايا. وبعدين بعد كل دوت عمري ما هلاقي ولا اجدع ولا ارجل منك. اتفقنا؟ مش عارف اقول لك ايه. ما تقولش حاجه يا عيسى. يا اما هعرف كل الناس ان انت بتصورني من ورايا، ولما يعرفوا اكيد هيرفدوك. ما انا لا ده ما ايه انت عايز تبعت الصور دي لمين؟ بتصورها ليه؟ لا والله العظيم ما عايز ابعتها لحد، ده انا عايزها عندي يعني على الموبايل عشان اقدر اشوفها في اي وقت. صباح الخير. صباح النور. انت عايزه ايه من مدام مها؟ معرفش هي جوه ولا لا. انا لسه جايه فمعرفش حاجه. صباح الخير. صباح النور. انت عايز حضرتك 5 دقايق. اتفضل. ايه؟ سايبة الشركة زي ما سبت البيت؟ تعالي هنا، تعالي. انت عايز ايه؟ انا بكلمك، انا جوزك وما ينفعش تهربي مني اكتر من كده. انت مش جوزي، احنا سايبين بعض من بدري قوي، ومفروض بقى ان انت تطلقني رسمي. ما لقيتش شغل في شركة تانية جاي تسحب الاستقالة؟ لا انا جاي اعمل اخلاق طرف واخد الملف بتاعي. اخلاق طرف؟ يعني لقيت شغل تاني؟ بصرف النظر لقيت شغل ولا ما لقيتش، انا عايز الملف بتاعي. حقك. انا كمان قبل ما امشيك من شركتي لازم اخد حقي. في سلفه اديتها لك اول ما جيت تشتغل عندي، عايزاها. ايوه بس الفلوس دي مش معايا دلوقتي. مش مشكلتي، سدد لك المبلغ على دفعتي. اسفه جدا، انت اخدتهم مني دفعه واحده، فلازم ترجعهم برضو دفعه واحده زي ما انت عايز تمشي من عندي دلوقتي دفعة واحدة. ايوه ما انا قلتلك ان المبلغ ده مش معايا دلوقتي. خلاص يا عيسى، ما قدامكش غير حل واحد، انك تمضيلي وصلة امانة بقيمة المبلغ اللي خدته منه. انسة داليا، انسة داليا انت كويسة؟ تعبانة شوية. طيب ممكن تسيبي عربيتك وتخليني اوصلك؟ تتعبش نفسك، ربنا يخليك، شكرا. لا معلش مش هينفع تسوقي وانت في الحالة دي، سيبي عربيتك وانا اوصلك.
الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ايه اللي جابك؟ جوزي وجاي اطمن عليه. ممكن بلاش اسمع الكلمة دي خالص؟ في ايه يا ياسر؟ على فكرة مفيش حد في الأوضة غيرنا. افرضي بقى أي حد جه في أي لحظة. يا سيدي سكرتيرتك وجاية تطمن عليك، اللي فيها؟ أنا كويس. تمام؟ ممكن بقى تفضلي؟ أنا افتكرت إن أنا وحشاك زي ما أنت وحشني. جوزي حبيبي اتعرض لمحاولة قتل. ما جيش أزوره يعني؟ ماما. أمل. إزاي حضرتك؟ إزيك؟ كتر خيرها جت تطمن عليا. طيب هروح أنا بقى أشوف شغلي. بعد إذنكم. اتفضلي. هيا ماما. ماما. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا حبيبي. ليه؟ جبت لي معاكي إيه؟ جبت لك كل حاجة أنت عاوزها يا حبيبي. طمني عليك، أنت عامل إيه دلوقتي؟ الدكتور قال لي كلها يومين بالكتير ونمشي من هنا. إن شاء الله يا حبيبي ترجع بيتك وتنور. هو ده المكان اللي سبتي بيتك علشانه؟ تعرفتي مكاني منين؟ سألت خالتك وقالت لي ان انتي طلبتي منها رقم سمسار. كلمت السمسار وقال لي على عنوان الشقة. ما تتعبيش نفسك. انا مش راجعة ولا البيت ولا الشركة. ليه بقى مش راجعة الشركة؟ ناوية تتطلقي مني زي ما انتي عايزة تتطلقي من علاء؟ انا عارفة انتي ليه مش عايزاني اتطلق من علاء. خايفة الناس يعرفوا ان انتي السبب. انا عمري ما هكون السبب في خراب بيتك، خصوصا وانا اللي ضحيت زمان عشان انت تعملي البيت ده. يا ريتك ما ضحيتي يا شيخ، يا ريتك ما ضحيتي. كنت سيبيني ما كملش جامعتي واصرف انا على نفسي واشتغل. اه صحيح ما كانش هيبقى عندي لا وظيفه ولا شركه ولا بيت ولا اي حاجه، بس ما كنتش هنام في السرير جنب جوزي ويحلم باختي. داليا كل دي اوهام في دماغك انت بس. دي الحقيقه الوحيده اللي انا متاكده منها قوي. علاء مش غيران عليا زي ما انت فاهمه. علاء بس خايف حد اتجوزه يكوش على فلوسي اللي هو اصلا عينه عليها. انت اللي طمعتيه فيكي. انا كبرته عشانك انت. انت اللي استغلتي فقره وخليتيه يشاركك في النصب على اهل جوزك. انا نصابه يا داليا؟ بعد كل اللي عملته علشانك تقولي عليا نصابه؟ انا مش عايزه منك حاجه. وبعدين انت عملتي لي ايه؟ علاء اللي جوزتهولي ده خلاص هنتطلق. البيت اللي جبتهولي انا مشيت منه. الشركه اللي انت معيناني فيها اللي هي شركتك خلاص انا بلم حاجتي منها وماشيه. اتفضلي اتفضلي. ده مكتب مدير الحسابات. هشتغل معاه؟ لا هتشتغل بداله لغايه ما يرجع من السفر. هبدا مدير مره واحده. هو بنفسه هيفهمك كل حاجه وكلنا معاك. مش عارفه اقول لحضرتك ايه. يا رب اكون قد الثقه دي. قدها اكتر يا عيسى. ده الملف بتاعي. انا عملت اخلاء طرف من عند مها الغزالي. مها عرفت ان انت هتكون معانا؟ لا. وافقت تديكي الملف كده بسهولة؟ ايوه. اصلي اصل ايه؟ مفيش. انا قلت لها مش هينفع اكمل معاكم. انت مخبي عليا حاجه يا عيسى؟ لا طبعا. عامه مها لازم تعرف ان انت هتكون معانا. اكيد. خد بالك مها مش سهله خالص ومحدش عارف يحميك منها غيري. طيب شكلك وقع معايا في مشكله كبيره. عامه لو حبيت تتكلم اي وقت هتلاقيني موجوده. ان شاء الله. طبعا انا مش عايزه اي حاجه تاخدك من الشغل هنا. انا تحديت ياسر والكل وعايزاك تخليني اكسب الرهان. اوعدك يا فندم. باي ذا واي ده المكتب بتاعك. عيسى
عاوزاك تعدي عليا قبل ما تمشي. هصرف لك مرتب شهري. مش عارفه اقول لحضرتك ايه، كده كتير قوي. مفيش حاجه كتير عليك. عيسى كلمني عنك، قولي لي بقى ليه عايزه تطلعي؟ مش قادره اقعد معاه ومش قادره ابص في وشه. متجوزين بقالكوا قد ايه؟ 3 سنين. مفيش اولاد؟ لا، كنا مأجلين الخلفة علشان كنا عايزين نشبع من بعض. على كده انتوا متجوزين عن حب؟ راح فين الحب ده بقى؟ راح تحت رجليها. هي مين؟ اللي خدني معاها. يعني انت متأكدة ان هو بيخونك؟ هل شفتيهم مع بعض؟ هو يعني لازم يخوني بجسمه؟ تقصدي يعني ان هو كان بيخونك بعواطفه حبها؟ هي ممكن تكون مش بتحبه ومش بتفكر فيه اصلا، بس محتاجه في حياتها. هل تعرفيها كويس؟ اي صاحبتك، قريبتك مثلا؟ هو انت بتسال اسئله كتير ملهاش معنى ليه؟ ما تديني ده وانا عايزه انام. هو انت كنت جايه لي عشان تنامي ولا جايه لي عشان اعالجك؟ هو انت عشان تعالجني لازم تعرف عني كل حاجه؟ طبعا، ولازم تعرفي ان اي حاجه هتقوليها لي مش هتخرج بره الباب ده. وانا مش هقول لك عني حاجه تاني، ومش هتشوف وشي تاني. أم الشطيخ. وبعدين بقى، يعني افهم من كده ان انت مع كل مرتب تخرجني خروجه حلوه زي دي؟ انا عايزك تطلبي كل اللي نفسك فيه. انا المره دي قابل مرتبين مش مرتب واحد. ماشي. البت رانيا دي شكلها جدع قوي. جدع ولا عينيها منك؟ يا دي النيله، خلصنا من قصه مها، نمسك في قصه رانيا. دي اخت صاحب الشركه، يعني مستحيل تبص لواحد زيي. هي فين وانا فين؟ هي بس كل الحكايه انها مستجدعاني عشان انا انقذت اخوها. طيب يا سيدي، طالما جدعه ومستجدعاك، كانت سلفتك ال 10,000 اللي مها ماسكاهم عليك وخصمتهم من اول مرتب. والله يا ساره كانت على طرف لساني، بس زي ما تقولي كده كرامتي ناحت عليا واتكسفت اطلبهم منها. خلاص، يبقى تسيبني ادور على شغل تاني. يا عيسى، ما هو انا لازم اساعدك، احنا علينا ديون كتير غير ال 10,000 دول. يا دي قصه الديون، هو احنا ما وراناش غير الموضوع ده؟ هو انت ليه بتهرب من سيره الشغل؟ قولي بقى كده، الموضوع مش قصه ديون. انت زهقتي من قعده البيت. الله، طب وفيها ايه طيب؟ يعني ايه المشكله لما اسلي نفسي وفي نفس الوقت اجيب فلوس؟ ماشي، بس المره دي انا اللي هدور لك على شغل عن طريقي. كفايه علينا اللي حصل لنا من ورا سيزيفت شكر عرنوز ده. اشرب العصير. جري يا جماعه، ما يصحش كده، وانا داخل منطقه عسكريه ولا ايه؟ معلش يا فندم، تعليمات امنيه. امنيه ايه وبتاع ايه؟ ده انت ناقص تسحب الرخص مني يا راجل. انا اسف لحضرتك يا فندم. خلاص يا ابني، خلاص. معلش يا مختار بيه. ايه ده، ما يصحش كده، ايه اللي بيحصل ده؟ معلش احنا اسفين حضرتك. ده شويه شويه كانوا هيفتشوني تفتيش ذاتي. لا مش للدرجه دي. الشباب بس لسه جداد، ما يعرفوش كل الناس اللي بتيجي الفيلا. اتفضل، دخلوا عربيه البيشي جوه. الله العظيم يا رب. المهم، طمني عليك انت. الحمد لله. رانيا قالت لي ان مامتك مش موجوده في البيت. ايوه، انا فاكر ان حضرتك جاي عشان ترجعها المطعم. لا، المطعم ايه، انا جاي لك في موضوع اكبر من كده واهم من كده بكتير. يا رب خير. خير ان شاء الله. طبعا انت عارف ان انا والدك كنا اصدقاء قريبين جدا من بعض، وفي الحقيقه هو كان وصاني عليكم قبل ما يموت، واتمنى ان انا اكون قمت بدوري على اكمل وجه. كتر خيرك. بكرة لما تكبر وتبقى في سني وتبقى محتاج حد ياخد بإيدك ويونسك ويكمل أحلامك اللي لسه فضلك في الدنيا، هتحس بتعرف الكلام اللي أنا بقوله كويس. في الحقيقة أنا دورت ستات كتير قوي أعرفهم، بس ما لقيتش أحن من والدتك. بص بقى، من غير لا لف ولا دوران، أنا جاي أطلب إيد والدتك منك.
أنا مش عارف أقول لك إيه بصراحة. لا أنا مش عاوزك تقول حاجة، أنا عاوزك تسألها الأول. أسأل مين؟ والدتي؟ هو من الواضح إن أنتوا كده بقى شكلكم متفقين. لا 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 احنا مش متفقين ولا حاجه، ده حتى هي ما تعرفش ان انا جاي اكلم معاك في اي حاجه، بس اللي انا متاكد منه ان هي كمان محتاجه حد يونسها ويقضي معاها بقيه حياتها، خصوصا ان انت واختك طول الوقت في الشغل وهي طول الوقت قاعده لوحدها في البيت. انت بتتكلم جد؟ كان عندك حق يا سلمى، يارا رفضت تقعد مع اي حد غيرك. انا ما كنتش هوافق تقعد مع حد غيري اصلا. أنا مش عارفة أشكرك إزاي يا سلمى. أنا اللي مش عارفة أشكرك إزاي. يارا هتونسني وتسليني لحد ما ترجعوا، صح يا يارا؟ صح يا سلمى. طيب. دي الشنط بتاعتها، وأنا اتفقت مع أتوبيس المدرسة يجي ياخدها من هنا. أنا هطلعها كل يوم للباص بإيديا، وهرجع من الشغل بدري وهقعد معاها. حبيبتي خلي بالك من نفسك، أوكي؟ ونسمع كلام طنط سلمى. بحبك. خلي بالك من نفسك. أنا مش عارفة أشكرك إزاي يا سلمى. خدي بالك منها يا سلمى والنبي. خلي بالك من نفسك. أنت عارفة أنا بحبك قد إيه. يلا حبيبتي. يلا قومي يلا بينا، عندنا طيارة لازم نلحقها. باي يا سلمى. يلا بينا. خشي. يلا يا حبيبتي، يلا معلش، لازم نسافر. يلا بينا. باي يا حبيبتي. الفايل فيه كل الاوراق اللي لازم تمضيها لغايه ما ترجع الشركه. طيب اقعدي شويه عشان عايزك. في ايه؟ تخيلي انكل مختار جالي وطلب ايد ماما للجواز. ايه ده؟ شكلك ما استغربتيش ولا حاجه. هو انا كنت عارفه انه هيجي لك، بس ما كنتش فاكره انه بسرعه قوي كده. اوكي. لا بس هو باين عليه مستعجل. انت قلت له ايه؟ لا لسه ما قلتلوش اي حاجه. مامي عرفت؟ بصراحه مش عارف ازاي هيجي له الجرأه واتكلم معاه في موضوع زي ده. تحب انا اكلمها؟ مش هتفرق كتير. المهم نفكر ونتفق هنرد نقول له ايه. هنرد عليه باللي ماما هترد بيه. لا هما اكيد متفقين ومظبطين كل حاجه، لان عمره ما هيجي له الجرأه او الشجاعه انه إيه يكلمني كده من غير ما يرجع لها. ياسر انت اصلا عندك مشكله ماما تتجوز انكل مختار؟ اكيد طبعا، انكل مختار او غيره اكيد يعني مش وافق ان حد يجي هنا البيت مكان ابويا. وبعدين يا ريت بقى انت كمان تبلغيها ان هو جه وكلمني في الموضوع، وبلغيها كمان ان انا مش موافق خالص. ناقصه ايه؟ بص انا عندي ملحوظات قليله بس لسه هقعد مع رانيا اعرف برضه بقيه ملحوظاتها اقولها لك كلها مره واحده. وهترد عليا امتى؟ بالكتير يومين. خلاص اتفقنا.
اتفقنا على الشغل بس لسه ما اتفقناش على العشاء. انت لسه فاكر يا ياسر؟ ايوه طبعا، الحاجات دي بالذات بقى انا باخدها تحدي. خلاص يا سيدي نتحدى، قصدي نتعشى سوا. ماشي. طورت. عيسى انت بتعمل ايه هنا؟ مها عيسى كتر خيره هو اللي قابلني يوم الحادثه ونقلني المستشفى، وهو اللي اتبرع للدم كمان. وده بقى الملف بتاعك اللي انت سحبته من عندي عشان تيجي تقدمه هنا وتشتغل. مها عيسى خلاص استلم الشغل هنا. غريبة يعني ياسر ما قلتليش. ما جاتش فرصة. أتاريك سحبت ورقك بقلب جامد. بس ما قلتليش يعني إنك هتجيبه هنا. ممكن يكون الراجل يا ماما ما حبش بس يزعلك مني مش أكتر. يعني ليا حق أزعل؟ لا مش للدرجة دي. بس لازم تبقي عارفة بعد كل اللي حصل ما أقدرش أرفض أي طلب لعيسى، صح؟ صح. بعد إذنكم. اتفضل. أشوفك قريب يا ياسر. سلام يا ماما. أنا طبعاً صاحبة فكرة الرسالة دي. كان كل همي إن أنا أناقش المشاكل الزوجية في سنة أولى جواز. ما عندكيش فكرة أنا تعبت قد إيه في الرسالة دي. لدرجة إن أنا كنت بصحى من النوم عشان أصور المشاكل دي لايف. وطبعاً كنت بتتعرضي للإصابات. ياه كتير. لدرجة إن أنا كنت بفكر أأمن على نفسي. دكتورة مريم، النجاح في الرسالة المتميز زي دي هتهديه لمين؟ طبعاً ههديه لأمي اللي صبرت عليا لحد ما خلصت رسالتي دي. وبهديها طبعاً لدكتوري مشرف الرسالة دكتور غربان. وطبعاً بهديها لكل تلامذتي اللي هيقروا الرسالة دي. بهديه لكل زوج وزوجة إن هما يقروا أكتر ويفهموا إن الحياة مش كلها مشاكل وإن إحنا ممكن نتجنب الحاجات دي. سجلت لي الحلقة؟ مش سعادة وإن إحنا أيوة يعني ممكن نستمتع بحياتنا. و إيه ده أنت مش بتتفرج معايا ولا إيه؟ عايز أنام. بس أنا كنت مصممة برضو إن أنا أخلص الرسالة بتاعتي للآخر علشان الناس تعرف إن المشاكل دي ممكن نتجنبها من أول يوم. دكتورة مريم أنا كنت سعيدة جدا باللقاء معاكي النهاردة وإن شاء الله نلتقي في وقت قريب. ميرسي جدا. شكرا. مها الغزالي كانت عايزة تتجوزني وأنا رفضت وسبت الشركة. ورفضت ليه؟ يعني ما حبيتش أغلط نفس الغلطة اللي غلطتها هي زمان لما اتجوزت واحدة أكبر منها في السن. بس هي يعني مش أكبر منك بكتير وفلوسها تعوض كل ده؟ فلوسها هي فلوسها دي المشكلة لأن أنا مش عارض نفسي للبيع. أنت خدت ورقك منها إزاي؟ كتبت على نفسي وصل أمانة ب10,000 جنيه. ليه؟ ما هو ده المبلغ اللي كانت مديهولي صدفة لما اشتغلت معايا. الشيك ده تصرفه بكرة الصبح من البنك وطيران على مها وتاخد منها وصل الأمان. خلي الموضوع ده بيني وبينك. لا شكرا أنا مش هقدر أعمل كده، ده موضوعي وأنا اللي هحله. وبعدين مش هسيبكوا تخسروا مها الغزالي بسببي. تقصد إيه يعني؟ من بكرة هدور على شغل في حتة تانية. عن إذنك. خايف ما تجيش. أنا ما كنتش جاية فعلا لحد ما لقيت نفسي تعبانة أكتر من الأول. طيب خلينا نبتدي من ساعة ما وقفنا المرة اللي فاتت. أنتي بتشكي إن جوزك بيخونك عمين؟ Ah!
اختي. جوزي بيخوني مع اختي. انت متأكدة؟ سمعتهم اكتر من مرة هما بيتكلموا مع بعض. تقصد ان هي كمان؟ لما سألتها هي انكرت، وانا كنت متأكدة ان هي تتجوز واحد تاني خالص، لحد ما لقيتهم سابوا بعض. وده اللي خلاكي تقلقي انها ممكن تكون رجعت تفكر فيه تاني؟ حتى لو ما فكرتش فيه هو بيفكر فيها. انا اصلا ما بقتش احبه ولا بقيت طايقاه ولا بقيت اغير عليه. انا اعتبرت نفسي متطلقه منه من بدري. انا بعد ما اديت له كل حاجه هو غدر بيا. ده لوحده كافي قوي انه يقتل الحب، حتى لو مش اختي. انا تعبانه قوي يا دكتور، تعبانه. مش فاهم ازاي واحده زي مها دي بكل اللي هي فيه تحب واحد زي عيسى بكل ظروفه. هي ما بتحبوش، هي بتعوض السنين ضاعت من عمرها مع واحد عجوز يعني في سن باباها. انت بقى ازاي متاكده من كل ده؟ اصل نوعيه مها الغزالي دي عدت قدام عيني كتير قوي. انا بقى اللي زي نوعيه عيسى دوت عمره ما عدى قدامي خالص. اي حد تاني في مكانه هيبقى بيجري عشان يتجوز مها. ما هو ده بقى اللي مخليني متمسكه بيه. ايوه بس مش على حساب مها خالص. قصدك ايه؟ قصدي ان عيسى حل لنا المشكله لما مشي وساب الشركه طلعنا من الحرج اللي احنا فيه. مش فاهمه، هتسيبه يمشي؟ ما هي عندي اهم بكتير. ايوه بس ده انقذ حياتك، نسيت ولا ايه؟ انا كده كده كنت محضر المبلغ كويس جدا. مش هياخده يا ياسر، وحتى لو اخده مش هيعوضه عن الوظيفه اللي هو محتاجها. انا مفيش حاجه هتعوضني عن المناقصه اللي مصدقتك كسبتها. ايوه يعني هتسيبه يمشي ولا ايه؟ انا مش فاهمه. ما عنديش حل تاني. مش هفضل سبب فقره بقيت عمري. ما كنتش فاكره ان عيسى غالي عليكوا قوي كده. كده علشان نعرف نركز في شغلنا احسن. حبيبتي وانتي بتقولي ايه بالظبط؟ ممكن تكون هي بعدت من نفسها. على الاقل هي فاهمه. علشان كده هي طلبت الطلاق. ياسر هو اللي بعتك ليا؟ ما كنتش فكرت تخلص منه. وانتي تعرفي العريس ده؟ يا بابا انا مش عايزه اتجوز بالطريقه دي. انا ما عنديش حاجه اسمها ديون معدومه. انت عملت كده عشان الشركه. انتي بقى اجرته من امتى؟ انا مش هقدر اعيش مع واحده مخونانه ومش طايقه تبص في وشي. واضح ان امرها يهمك قوي. جارتي اللي كلمت حضرتك.